مع كل باب لازم ندق الباب، لازم مع كل باب لازم ندق، لازم نخبط. طب انا دخلت وخرجت، لازم نخبط. واحنا داخلين الحمام، ودي الحقيقة شفتها كتير، بدخل مكان الشغل ودايما متعود ان انا اخبط على الحمام قبل ما ادخل. على فكرة الحمام، في مرة كان حد ورا الحمام قال لي يعني انت كمان بتخبط على الحمام يا استاذ مصطفى، اللي هو يعني فيها تهكم يعني. ولكن المفاجأة انه كمان لازم تخبط على الحمام، بالذات الحمام، لان في احيانا الناس بتبقى داخله باب الحمام اللي هو العمومي ده، وطبعا انتوا عارفين ان الحمام لزق، هو سيراميك، فتلاقي اصلا واحد ورا الباب، فتلاقي ده خبطه، فتلاقي واحد تاني راح وقع اتكسر. فمن فضلكم مع كل باب نخبط، وده الحياه بيديك يعني الناس بتقدرك قوي، بتحترمك قوي. اسوأ شيء، وانا اشتغلت مع احدى الاشخاص، وده الحقيقه يعني ياما حاولت ان انا اعبر له ان الموضوع ده مفزع جدا، ان هو لما يجي كان يدخل ويروح رازق الباب، وانت عارفين بقى الباب كانت الاكر خشب، وكان وداخل وكان على ما يبدو انه بيستمتع ان الناس تبقى قاعده كده، عارفين البتاع كده. فمن فضلكم بالراحه نخبط، يعني فيها قدر من اللطافه والادب. طب واحنا فاتحين الباب نفتحه بهدوء، مش لازم الفزع للناس اللي ورا. داخلين باب الحمام، داخلين باب فاضي، طب خرجت ودخلت، مع كل دخله وخارجه لازم نخبط على الباب. الناس مش بس هتحترمك وهتحضرك وهتبقى ممتنه ليك، انت كمان هتبقى قدام نفسك حاسس بقيمه انك شخصيه محترمه ومهذبه، مش عيب. ومش الواد هيقول عليا فافي ومتدلع، اوعى تحط الموضوع ده في بالك، انت بتتبع ادب وسنه كبيره جدا، وهي الاستئذان عند الدخول والخروج. خلي بالكم وانتوا بتخبطوا خبطه مع كل باب.